الكورة والناس رمضان شهر مشهد بالملايين. جراحة برضو نقرب منها شوية. الجراحة في الكبد من أصعب الحاجات الحقيقة صعوبتها، وأنا في رأيي دايما يعني أصعب حاجة في جراحات الكبد القرار بتاعها نفسه، لأن ده المرض الوحيد اللي إحنا بنتعامل مع حاجتين، بنتعامل مع تليف كبدي وبنتعامل مع ورم. كل الأورام تتعامل مع الورم بس، لكن ده الحالة الوحيدة اللي أنا متعامل مع تليف كبدي ورم، وبالتالي ليا مقاييس كتيرة جدا. هل الكبد ده يتحمل أن أنا أشيل الورم؟ وأنا سهل جدا استأصل أي حاجة، لكن ممكن المريض بعد العملية يخش فشل كبدي. طب مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش؟ طب أنا عندي اختيارات كتيرة، ممكن أعمله استئصال جراحي، ممكن أعمله زراعة كبد، طب أعمل دي ولا دي؟ عشان نبسط الأمور، لو قلنا التليف الكبدي ثلاث مراحل، هو بيسموه A و B و C، بس عشان التسهيل نقول كأنه مرحلة أولى وتانية وتالتة. تانية وتالتة زراعة كبد، يبقى بؤرة سرطانية تانية وتالتة زراعة كبد. طبعا ليها شروط، ما يكونش حجم الورم أكتر من 5 سنتي أو 6 سنتي، ما يكونش دخل في الوريد البابي، ما يكونش طلع بره الكبد، يعني لينا شوية مواصفات معينة. لكن لو هو مرحلة أولى، هو هنا اللي ممكن ينفع الاستئصال أو الزراعة، الاتنين ينفعوا على حسب بقى عوامل تانية في المريض نفسه، هل متوفر متبرع، هل درجة التليف عاملة إزاي. من ضمن المشاكل بقى في الاستئصال إن إحنا يعني مثلا حالة زي دي، ده ورم في الفص اليمين، شكل الورم مش كبير قوي يعني أقدر أشيله، بس خطورته في مكانه، لأن معدي في المنطقة ديت الوريد اللي بياخد الدم من الفص اليمين كله. لو أنا وأنا أثناء العملية وبشيل الورم ده عورت الوريد دوت، أنا شلت الورم بس سبت الفص اليمين مش شغال. لو شفنا هنا بعد الاستئصال اللي في العرض يمكن يعني في حتة كده بتلمع شوية، ده الوريد البابي، ده الوريد نفسه اليمين بتاع الكبد، إن إحنا حافظنا عليه هو نفسه. طبعا عشان تحافظ عليه ده محتاج أجهزة معينة اللي بتكسر الكبد وتحافظ على الأوردة أو الشرايين، لأن لو ده تعور أثناء العملية هو عنده فص يمين بس مش شغال، فالمريض ده ممكن يخش فشل كبدي. عشان كده التخطيط للعملية نفسه ده في يعني أصعب حاجة فيها، إنك تاخد القرار هل هستأصل أنا هزرع، لو أنا هستأصل أنا إيه اللي معدي في الحتة دي وخايف عليه إزاي وحافظ عليه إزاي. المشاكل الأخرى لو حد عنده ورم سرطاني في الكبد وعمل دخل في الوريد البابي، ده ما ينفعلوش الزراعة، أصبح حله الوحيد أو أمله الوحيد في الاستئصال الجراحي. الاستئصال الجراحي ممكن ينفع لو هو واخد الوريد اللي أنا هشيل الفص بتاعه، يعني لو داخل في الناحية اليمين وأنا هشيل الفص اليمين ينفع، داخل في الناحية الشمال، يعني مثلا هنا ده ورم في الفص الشمال والوريد البابي الشمال مقفول بس الرئيسي سليم، هنا نقدر نستأصل الفص الشمال ونسيب الوريد البابي الرئيسي، ما عندناش مشكله.